ناس من القنيطرة. انه سلام صباح ام الخير اختي جنات، دنيا، صباح النور، مرحبا بك. كيف حالك اختي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يختك، اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. اليوم بغيت نقدم معقودة للمحبين، معقودة ايه معقودة؟ ولكن طريقة سريعة، ماشي بحال العشية ديال البلدية. نعم، يعني هذه شي حاجة اللي هي سريعة، والناس كل شيء كيبغي دابا شي حاجة اللي مع هي الجو غير. بارد، بصح مع الجو بارد كنبغوا دافية وزوينة سريعة في التحضير، ايه وكتشوف زانة كنخلي السيدات يكتشفوا هما براسهم النتيجة اللي غيلقاو إن شاء الله. ان شاء الله. نعم، كنحتاجو كيلو ديال البطاطا، كيلو كنشدوها كنقيوها، البطاطا كنشدوها كنقطعوها مربعات كنسلقوها، نقطعوها مربعات. ايه وكنسلقوها مع شوية الملح ملي كتسلق مزيان. نسلقوها مع الملح، ملي كتسلق كندوزوها في الماكينة ديال المطيشة، ولكن ماشي الراس رقيق، الراس شوية اللي غليظ. ايه نعم. كنزيدوها جوج بيضات، جوج بيضات، كنزيدوها نص خمارة نص حمراء، خمارة، وشوية ديال القزبر، وشوية ديال المعدنوس، شوية القزبر والمعدنوس، وشوية ديال البزار، القزبر والمعدنوس وشوية البزار، وشوية اللون على حساب الخرقوم، اللي كيبغي اللون يديرو، اللي ما كيبغيش يحتفظ به ماشي مشكل. اللون يعني كيبقى اختياري. اختياري فعلا. كنشدو هاد الكويرات اللي غادي نشدوها، اللي غادي نعجنوها بحال العجين، هاد البطاطا والبيض والمقادير اللي قلنا، وغادي نكوروها. غادي نديرو الطحين، غنديرو فيه شويه ديال نص خماره ديال الخميره حمراء، وشويه ديال الخرقوم كذلك اللون. نعم. وكنشدو هاد الكويرات كنمرمدوها في داك الطحين، وكنقلوها في الصحن وراحه، وراها كتجي خفيفه وناشفه، لان الخماره كتنشف لينا، ما كتجيش شابه الزيت بحال المعقوده البلديه ديالنا. نعم، كتجي ناشفه، كتجي ناشفه وسريعه، وغادي يشكرون على السيد على الجربوه، كنا على يقين. نعم ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. كنشكرك اختي دنيا، وما زيد من التالق ان شاء الله للجميع يا رب. وانا كنشكركم كثير، وكنشكركم على الوفاء ديالكم.